الثروة الحقيقية. توفي الملياردير ستيف جوبز، أحد أقطاب الأعمال في الولايات المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبل، عن عمر يناهز 56 عاما بسرطان البنكرياس، وخلف ثروة قدرها 7 مليارات دولار. وإليك بعض كلماته الأخيرة. من وجهة نظري الآن، حياتي هي جوهر النجاح، لكنني ليس لدي فرح كبير بما أملكه. في النهاية، الثروة أصبحت مجرد رقم أو شيء من الأشياء التي اعتدت عليها في هذه اللحظة، وأنا مستلق على سريري، مريض وأتذكر شريط حياتي. أدرك أن كل سمعتي والثروة التي أمتلكها لا معنى لها في وجه الموت الوشيك. إنه يمكنك استئجار شخص ما لقيادة سيارتك، أو خادم لقضاء أغراضك، أو توظيف قياديين لإدارة أعمالك وكسب المزيد من المال والشهرة، لكن وبالتأكيد لا يمكنك استئجار شخص ما وبأي ثمن لحمل الألم أو المرض نيابة عنك. يمكن للمرء أن يقتني أشياء مادية كما يحب، ولكن هناك شيء واحد لا يمكن العثور عليه عند فقده: الحياة. كلما تقدمنا في السن أصبحنا أكثر ذكاء، فإذا كنا نملك ساعة ب$30 أو $3,000، كلاهما يعرض نفس الوقت بالدقيقة والثانية. وأيضا ندرك سواء كنا نحمل محفظة بقيمة $30 أو $500، يظل مبلغ المال فيها كما هو. وسواء كنا نقود سيارة ب$150 أو $1500، الطريق والمسافة التي تقطع متساوية، وسنصل في النهاية إلى نفس الوجهة. إذا كان المنزل الذي نعيش فيه 3 أمتار مربعة أو 3000 متر مربع، الوحدة هي نفسها، ولن تتحرك أو تنام على مساحة أكثر من 4 أمتار. سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المادية التي تملكها. سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى أو الدرجة الاقتصادية، إذا تحطمت الطائرة تحطم معها الجميع. لذا آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك هدف سام في الحياة ويكون لك مآثر أسعدت بها الغير، فهذه هي السعادة الحقيقية. وهناك بضع حقائق لا بد أن نلتفت إليها. أولا، لا تعلم أطفالك أن يكونوا أغنياء، علمهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما يكبرون سيعرفون قيمة الأشياء وليست تكلفة الأشياء. ثانيا، تناول طعامك كدواء، وإلا ستحتاج إلى تناول الدواء كغذاء. ثالثا، اترك مالك في الشمس واجلس في الظل، لا تقص على نفسك وعلى من حولك، فالمال جعل لنحيا به لا لنحيا من أجله. رابعا، أحب الناس الذين أرسلهم الله إليك وأحسن إليهم، يوما ما ستحتاجون بعضكم.